السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارس فارس عبد الخالق، مقطع جديد. المقطع اليوم راح يكون مطلعينها للاتحاد، حلقة جديدة. طبعا انا اعتذر عن القطع عندي السلسلة، لكن يعني انا احاول اني انزل يعني دائما. فشوف لعيبتنا ما شاء الله ارتفعت قيمتهم السوقية. سعود عبد الحميد صار يبغوه ب 6 مليون ونص، والله كبير. طبعا كان قال لي مع بداية دوري ابطال اسيا جاته اصابة، حسبي الله راح يغيب 6 اسابيع. فيلا نعطيك عبد المجيد الصوت فرصة في الدوري واسيا، تستاهل يا ابو سلطان. طبعا ابو سلطان ذي جايبها من عندي وانا والله ما اعرف شو اسمه. طيب مباراة الشباب هي المباراة الاولى اليوم، راح تسوي السكيب، راح تكون في الدوري، راح نلعب بالقائمة الاساسية المعتادين عليها. فنقول ان شاء الله الفريق راح يفوز، عوض غياب الكنقلي بالمالكي. فحلو، فزنا 4-0، والله جيد الفريق. طيب المباراة القادمة راح تكون شنغهاي افتتاح آسيا. طبعا قائمتنا الآسيوية قررت تاخذ فيدال وفيني ولي وروماريني. طبعا لي محترف آسيوي، ففي ظل غياب لي غالبا راح نعتمد على الصوات كصانع ألعاب، بالإضافة انه يعني خليت عساف القرني يلعب معانا وبدال يعني قروهي. خلينا نعطي عساف فرصة، يقول لك اعطى صداح فرصة نعطيه، ما في مشكلة. انا بيني وبينكم ما عندي مشاكل فنية مع فواز القرني، هو بس يشد حيله. طبعا مباراة شنغهاي بتكون مباراة صعبة، فريق شنغهاي فريق كبير، لكن لعيبة الاتحاد قدها، لعيبة الاتحاد يعني وعدوني يجيبون ان شاء الله الفوز. فبداية مشوار الاتحاد يعني من جديد في آسيا، وان شاء الله راح يعني نوصل بعيد في هذه البطولة. فراح استدعي عبد الرحمن الغامدي وراح نلعب وانا اقول لكم عبد الرحمن الغامدي، والله انا بعطي ولد العم فرصه، شفتوا كيف؟ فيلا ندخل على المباراه امام فريق شنغهاي بهذه القائمه الممتازه ونرجع لكم. عبد الرحمن الغامدي الى العبود، العبود يا ولدي العبود، رومارينيو رومارينيو يا رومارينيو. والله الثلوج مؤثرة في الصين، كورونا وثلوج وكذا، الله يعينكم يا لعيبة الاتحاد. لا 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 لا، يا سلام يا سلام، حلوة. لا 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 لا، خطيرة. الهدف الأول شنغهاي خطير، عنده اسماء قوية وغير كذا. الثلج يعني لعبة الاتحاد متعودين على درجة حرارة 40 في جدة، 30 بالكثير، الحين يجون يلعبون تحت الصفر، والله صعب عليهم. يلا يلا عبد الرحمن شو اسمه العبود، والله شد حيلك يمديك. الهدف الثاني عن طريق ارناتوفيتش، والله شكله بتمسخر من ارناتوفيتش. مشكلة المفروض ما العب اسطوري، انا بعدت الحارس اتفق، بس حتى لو كان في مكانه ما راح صد، انا حاولت احركه والله. فغير كذا انا المفروض العب على عالمي، لاني لي فترة زي ما قلت لكم ما العب فيفا والله، يعني اجي بس اصور مقاطع واقفل اسحب اسبوع وارجع زي كذا. ف والله المشكلة المستوى مرة طايح، ويعني ما عندي عناصر قوية جدا، ولعيبة مرهقين عرفتوا كيف، وبرد ثلوج، بالله لعيبة الاتحاد متعودين يلعبون في الثلوج. أو تصدق بفواز القرني. المالكي سعود عبد الحميد، هو الفريق يلعب بضغط عالي، فهذه مشكلة التكتيك اللي قاعدين نلعب فيه. عبد الرحمن الغامدي، وغير كذا الثلج مؤثر أتوقع. شوف اللياقة كيف نازل عند كل اللعيبة. المالكي روما، وش نسوي اكثر؟ هنا في مكان خطير، تدخل سليم، افتكاك سليم يا رجال، قوم استرجلوا استرجلوا يا اخي. يفقد الكرة روما، يتقدم باتجاه المرمى، الله ما في امل. فيدال يلعب عبد المجيد الصوت، حلو من عبد المجيد. هارون كمارا الى العبود، يو العبود والله بغت خطير. لا عند ونك
شنك شنك منصور ثالث. الله يا فواز، والله فواز ترى شال عدة كور يعني مو مقصر. المشكلة الفريق مو متعود على هذه الأجواء، وغير كذا يعني عندنا غياب مهم جدا اللي هو صانع الألعاب. أنت تحتاج أهم شيء صانع لعب يصنع لك ذي الكور. شوف فواز ما قصر، شال أربع كور تقريبا، والله يستاهل الكابتنية. شوفوا شوفوا الإعادة، ترى كورة صعبة. يلا يا سلام الكورة، هذه الكورة الحلوة، حلوة. هارون يا وحش، والله في أمل، في أمل، في أمل، في أمل يا كمارة. والله هدف جميل. شوف 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 التكتيك، شوف الذكاء، شوفوا كمارة كيف حطها في الزاوية 90. اضغطوا عليه، اضغطوا عليه، كلنا عليه. يا سلام يا منصور، لا لا يا منصور، في شو اسمك، ايه عبد المجيد منصور. يا سلام، حلو التكتيك. لا 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 لا، ما كملت ما كملت، خطيرة الآن سيالة ولا جامي، خطيرة والله. أنا بعد فواز توقعت شوتة يسار، خسارة مو حرام يا أخي، حرام نخسر، كنا أفضل كنا أفضل. أربعة يا السلام يا فواز، والله فواز، فواز شال الكورة لين ما قال بس. شوف شوف التصدي، أنا ذكي إني تمركزت يعني زين، خليت تمركز زين. فواز شال الفريق، وكنا يمكن نخسر ستة خمسة حولها، لكن كل فضل الله ثم فواز القرني. السلام يا فواز، انتهت المباراة، مباراة أمام الوحدة سكيب. نقول ان شاء الله الفريق يفوز. والله 5-0، والله فريق يجي يا اتي 5 زينه. بس رومارينيو مصاب وذاك مصاب، يا ولد ابتلشنا فاسية 6 اسابيع رومارينيو. الله يعين الله يعين، كلها في الفخذ اتوقع الاثنين. ف غالبا راح نعتمد على عناصر مختلفة فاسية، وهذا مطرود الله يعيننا. راح نستدعي تقريبا المؤشر، نعم صناعة اللعب راح نستدعي الصوات، في المحور راح نستدعي الكابتن السميري، الجناح اليسار زي ما قلت لكم. ليش راح تكون تشكيلتنا فاسية بهذا الشكل في المباراة الجاية؟ فتشكيلة ها يعني ما هي ذيك التشكيلة القوية، هذه المشكلة. يعني آسيا شكلها بتقول ابعد عني، والله ما أتوقع نجيبها على هذه القائمة وهذه الأسماء. احلم احلم يا حبيبي احلم، ما حد درى عنك. لا حلو والله فزنا 1-0 حمدان، بس كمارة جات إصابة، والله مو ناقصين، والله العظيم مو ناقصين. يلا سبعة أيام خفيفة تعدي على خير. تدريبات ما راح يلعبون تدريبات طول ما في إصابات، ما أسوي تدريب أنا. مباراة الفيصل سكيب، حلو الفريق فاز 1-0، حمدان جاته إصابة، يا ليل والله إصابات كثير، 5 أسابيع يا حمدان يا ظالم، كثير يا أخي. وش هذا؟ والله ما عاد بقي أحد يمكن، والله مرة الفريق انعدم من الإصابات، الفريق سوى عليه حكم الإعدام شنقا حتى الموت بسبب الإصابات. طيب نجيب فواز الآن نطوره. حلو الأجام يسار 71، كمارة قريب من 73، فوحوش وحوش الرجال ما يقصرون. الأجام يشيل للدفاع في الفريق طول الفترة القادمة. طيب مباراة ضمك راح نلعبها بالاحتياطية عشان آسيا، فنلعب بالاحتياط الكامل، الثقة فيكم يا رجال، آسيا في الجيب طول ما انتم موجود، الدوري في الجيب طول ما انتم موجودين. حلو المحليين يجلبون الفوز 4-1، نايف هزازي سجل، رجال نايف هزازي والله يا رجال. ويا ليل جات إصابة، في واحد جات إصابة، هارون كمارة. والله يعني ما أدري أضحك ولا أبكي ولا وش أسوي، خلاص جاني كذا تغير في المشاعر، ما عاد صرت أعرف. أنت شفت في اللقطة الماضية إيش سويت؟ والله يا جماعة ما عاد بقي أحد. طيب تعال يا منصور الحربي، تعال يا المالكي. طبعا عاد كان يقال لي، وبالإضافة أنه غالبا راح نعتمد
على كاني قال لي كمهاجم وحيد. ف ممكن الحلقة دي أغلبها يعني كلام فاضي مني، يعني قاعد أتكلم بزيادة. فخلاص كان يقول لي غالبا راح يكون مهاجمنا فاسية، تشكيلة صعبة، أنا أتمنى الحظ يساعدنا. لا راح نلعب المؤشر مهاجم ونحول كان يقول لي جناح أيسر. راح تكون مباريات صعبة جدا الفترة القادمة. فواز القرني كابتننا، الثقة فيك عالية، جبت لنا كلين شيت في المباراة الثانية وحققنا الفوز، والمباراة اللي قبلها أنقذتنا من خسارة تاريخية. ففواز القرني أنا أعطيت الثقة الكاملة، يستاهلها. أما عن هارون كمارا فالله يعيننا، ما راح نلعب بهارون في المباراة الجاية. راح نحط كاني قال لي في التدريبات، لا مو كاني قال لي، المالكي، نبغى نطور المالكي أكثر. فالثقة عالية فيك المالكي، إن شاء الله أنك راح تبيض الوجه. طولت كلام في حلقة اليوم، فشكر لكم على المتابعة، إن شاء الله يعجبكم المقطع. وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديد القناة. الحلقة القادمة راح تكون حلقة حلوة، راح نلعب فيها إن شاء الله ملبورن فيكتوري وغالبا شنغهاي ننتقم منهم. فورونا دعمك هذا المقطع عشان ننزل لكم الحلقة القادمة في أقرب وقت. كان معكم فارس عبد الخالق، شوفكم بإذن الله، مع السلامة.